بشاير الخير تهل على أصحاب المعاشات خلال الأيام. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك انزل اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. مع نشرة جديدة لأصحاب المعاشات تضم العديد من الأخبار المهمة، من نشرة الأسعار الدواجن والذهب والحديد والأسمنت وخلافه، وأيضا بشائر الخير تهل على أصحاب المعاشات خلال أيام، وموال صرف معاشات شهر إبريل، ومفاجأة كبرى. هنبدأ بالخبر الأول، بشائر الخير تهل على أصحاب المعاشات خلال أيام. في تصريح عاجل منذ لحظات، قال البدر فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات عن عدة مفاجآت خاصة بالتطورات الجديدة بشأن أزمة العلاوات الخمسة اليوم. وقال إن هناك انفراج في أزمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات قريبة جدا، وإن موعد الصرف للمستحقين من أصحاب المعاشات على بعد أمطار قليلة، فيبشر يا أصحاب المعاشات، وهذا الكلام نهائي لا رجعة فيه. أما بخصوص الخبر الثاني وهو من جريدة شبابيك وبعنوان موعد صرف معاشات شهر إبريل 2020 وقرارات هامة بشأن صرف المعاشات للمواطنين، التفاصيل: ينتظر الملايين من القائمين على صرف المعاشات والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية المختلفة موعد صرف معاشات شهر إبريل 2020 مع اقتراب نهاية مارس من العام الجاري. وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد عن اتخاذ المجلس لقرارين مهمين بشأن صرف المعاشات للمواطنين عبر مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي. وقال سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على قناة دي ام سي إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجه بفتح مكاتب البريد على مدار فترتين صباحا ومساء، وأوضح إن ذلك بهدف تخفيض المعاناة على كبار السن وتسهيل السبل أمامهم للحصول على المعاش وتقليل الازدحام وتخفيف الضغط على العاملين منعا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه من يريد الذهاب إلى مكاتب البريد صباحا أو مساء سيحصل على المعاش بسهولة دون تعب أو إجهاد. كما يتضمن القرار التالي توجيه الجهات المختصة بإجراء عملية تطهير وتعقيم ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين الذين بات بشكل خط التي بات يشكل خطرا كبيرا على الجميع. أيضا معنا خبر آخر وهو خاص بمحامي المعاشات من جريدة خبر حصري. بيان هام من محامي المعاشات بخصوص العلاوات الخمسة. في تصريح عاجل منذ لحظات، قال محامي المعاشات عبد الغفار مغوري عن مفاجأة خاصة بالتطورات الجديدة بشأن أزمة العلاوات الخمسة، وقال إن هناك انفراج قريب في أزمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وحول إن موعد الصرف المستحقين على بعد أوقات قريبة جدا. أيضا معنا خبر آخر من جريدة عرب فايف وبعنوان قرار عاجل من وزارة الاتصالات بشأن صرف المعاشات. أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار بزيادة عدد مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية حتى السادسة مساء من 350 مكتب إلى 2000 مكتب بريد منتشر على مستوى الجمهورية. وجاء ذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا. كما صرح عبدو علوان القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يوميا على مكاتب البريد، والتي يقدر عددهم ب400 مكتب بريد منتشر في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم تجديد التنبيه على ضرورة استخدام أدوات التعقيم التي تم توزيعها على الأدوات على الإدارات والأقسام، وإلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والتحركات، بالإضافة إلى رفع مستوى تعقيم المسطحات والأرضيات والمرافق بالمباني
مع إلزام العاملين بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفي حالة شعور أحد العاملين بالهيئة بأي أعراض خلال تواجده بالعمل عليه التبليغ مباشرة لاتخاذ إجراءات نقله لأقرب مستشفى وتوجيه العناية الطبية اللازمة له. كما أوضح علوان إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة قد شملت أيضا تأشيل كل الأنشطة التدريبية الداخلية والخارجية والعمل على تفعيل أي برامج تدريبية ممكنة على بعد، إلى جانب تخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، ومنع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية مثل حفلات التكريم والتنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي ووجود مسافة مناسبة بين العاملين خلال أوقات تواجدهم بالعمل، بالإضافة إلى أنه سيتم منح أجازة استثنائية لأي من العاملين العاديين العائدين من السفر بالخارج لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد. وأضاف إن القرارات التي تم اتخاذها تضمنت منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 15 يوم لفئات العاملين، التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تولي رؤساء المحاور والقطاعات عرض خطة عمل على لجنة إدارة الأزمات لباقي العاملين للقيام بمهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهما يوميا أو أسبوعيا، بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه بمواقع الهيئة المختلفة. هذه كانت أخبار التي تخص المعاشات. سريعا أخبار الطقس يوم الجمعة 20/3/2020 في مصر. كتب الأستاذ محمود راغب في جريدة اليوم السابع: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد يوم الجمعة بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشيطة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. كما قال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية 16-12، ومطروح 16-11، وسوهاج 23-10، وقنا 25-11، وأسوان 27-13. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: القاهرة 17-10، شبين الكوم 16-10، طنطا 17-10، دمنهور 16-11، الإسكندرية 16-12، بلطيم 16-12، مطروح 16-11، السلوم 16-10، سيوة 19-8، بورسعيد 17-12، دمياط 16-12، وأخيرا الزقازيق 17-11. سريعا أسعار بورصة الدواجن يوم الجمعة 20/3/2020. استقرت أسعار الدواجن يوم 20/3/2020 بصورة كبيرة، وبلغ سعر الفراخ البيضة 30 جنيه بعد زيادة 3 جنيه عن سعر أمس، أما الفراخ الساسو 40 جنيه بزيادة 5 جنيه، وجاء سعر الفراخ البلدي 36 جنيه، وذلك حسب ما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية. وجاءت بورصة الدواجن الأسعار وفقا للبورصة الرئيسية المصرية كالتالي: الفراخ البيضة 30 جنيه والساسو 40 جنيه، والكتكوت الأبيض من 11.75 ل 12 جنيه، والكتكوت الساسو من 6.5 ل 7 جنيه، والأمهات البيضة ب 20 جنيه. أما أسعار البط فالبط المسكوفي ب 41 جنيه، والبط الفرنساوي ب 25 جنيه، والبط البلدي ب 50 جنيه. وأما أسعار البيض ف
فكرتونة البيض الأحمر من 28 ل 29 ونص، والبيض الأبيض من 28 ل 28 ونص، والبلدي الكرتونة ب 37. أما بخصوص أسعار الرومي، فالرومي الأبيض عمر يوم ب 14 ونص، والبرونزي ب 11 ونص. كيلو لحم الأرانب من 30 جنيه ل 40 جنيه. أتمنى إن يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم فيديو النهاردة اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم على حسن المتابعة.